أضاءت الانفجارات سماء غزة ليلة أمس مع استئناف الجيش الإسرائيلي هجومه ضد حماس على القطاع، وذلك بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. وتظهر اللقطات مأخوذة من مدينة سديروت الإسرائيلية المطلة على شمال غزة، تظهر انفجارات في المدينة التي شهدت 7 أيام من الهدوء النسبي. وبعد قصف الجيش الإسرائيلي المخابز في قطاع غزة، لجأ الغزيون إلى أفران بدائية لتوفير ما أمكن من الخبز بأسعار رمزية فقط لتغطية أسعار الحطب. فكرنا في هذا الموضوع لخدمة الناس، وبناخد من الناس حاجة رمزية ليتمن الحطب فقط لا غير، والتعبنا بيجي مجانا حفاظا على أبناء شعبنا. احنا جبنا فرنين، سعر الفرن تقريبا حوالي 240 شيكل، وجبنا بنلم حطب وبنشعل الفرن هذا. بيجوا طبعا الناس اللي تركوا منازلهم وقاعدين في المدارس، ليس لهم غطاء إلا السماء ويفترشون الأرض. بنقدم لهم المساعدة من خبيز هذا العيش حتى يستطيعوا الاستمرار في الحياة، يطعموا أنفسهم ويطعموا أولادهم. نطالب المجتمع الدولي والقانون الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار بأننا شعب مكروه ومظلوم ومضطهد. نريد أطفالنا تبتسم كما تبتسم أطفال العالم، ولا تحرق أطفالنا وأطفال العالم تبتسم. من عام قلة الغاز والهذا والطحين والأمور ما تعرف حرب عنا، وما فيش يعني حاجة، وإحنا جيراننا وأصحابنا بخبز يعني بساعد الناس، إيش بدنا نسوي يعني؟ إلا معاناة يعني، أنت عارف الوضع يعني تعبان بالمرة عنا. أول حاجة وقف إطلاق النار يعني ساعدونا بوقف إطلاق النار عشان تروح المعاناة عنا، ونطالب يعني مع مشاعرنا يقفوا مع شعبنا ويجوا للعالم ويبعثوا لنا دعم وأكل وطحين وسولر يعني هذه الأمور هذه. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الحدث أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في قرية بيتا جنوبية نابلس. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدتي صوريف وويطا في محافظة الخليل ودهمت عددا من المنازل. في السياق ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت مدينة قلقيلية إضافة إلى شمال غرب رام الله، حيث دهم عددا من المنازل واعتقل عددا من الفلسطينيين. كما اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية في الساعات الأولى من اليوم السبت، ومخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة.